وتضحك معانا طول الوقت، حتى لما عفسنا غرفتي أنا ورفيجتي أمول. آسفة يما، آسفة خالتي. طبخاتها عجيبة، تعلمت منها الطبخ. لا تحورين إيدك يما. إيه دكتور، في أقرب وقت وتزورينا في المستشفى. ها يعني تعرفين الموضوع وايد مهم وايد ضروري وخطر ولازم نكسيها عدل. شعرها طويل وناعم، أمي ساعات نام وايد. نمتي وايد يما، بس ما تنسى تصحينين المدرسة. ملوكة يلا صح صحي. شهر رمضان أمي قالت لي لازم أدعي لكل المرضى لأن شهر الله. اللي كتبته صح أو خطأ؟